مرحبا. عفوا، شو اخبارك؟ تمام. الباص تاخر، انا من بكري مستنى. انت ما فيك ورا وكل بس شنو وقت تستنى فيه؟ مستنى في الباص، ما جيت ناخذ تاكسي غالي، ما بيش ناخذ تاكسي. كل مره ما عم يجي مع التاكسي. لا سلمي. ها؟ إيه لا لا مش هنا، نسكن ايه في تونس لكن مش هنا، مش قريب. سلمي حبيبي، سلمي. أنا من ليبيا را. أنا نحب التوانسة كي ما شاء الله عليكم. عايشة. سلمي. عايشة حتى احنا نحبكم. سلمي. اسمي منيرة بالروين. إيه سلمى وفاء. إيه مرحبتين بيك سلمى وفاء. إيه تحوسوني ولا قاعدة؟ لا نحوسك وبعدين ماشي. ايه مرحبا. سلمي. اسمعي انا غير نبي نمشي مستعجله وخايفه تزعلوا يعني تقولوا علاش مشت ولا حاجه. عادي. نمشي يعني عادي نوقف. نوقف يعني عادي. مش تمشي. يعني نوقف ونمشي. ماني خاف كمكي تزعلوا ولا حاجه تقولوا هي ليبيه قاعده ونحن جينا توانسه تحسست ومش لا لا. عادي يعني نوقف يعني عادي. ها يا اخي نورماله عم تحب العين يا اخي نورمال. انت نورماله تاخر الباص ولا باص تاخر؟ انا من بكري بناخد تاكسي لكن قلت غالي. من ماشي؟ من ماشي ماشي بعيد. مين بعيد؟ بنزرت. خد تاكسي حتى يسانتو فيل. استنى كده. أنا والله جيتني بنمشي لما أنت جيت لبعدين تحشمت قلت مرات أنت تزعل ولا حاجة. أنا كنت نبي نمشي لما أنت جيت بعدين قلت مرات تزعل ولا حاجة. أنت ليه تمشي مشي؟ يعني نوقف عادي؟ نوقف عادي؟ نوقف عادي. نصبي يعني عادي؟ بيه خلاص. غير اني قلت من الادب والاخلاق نسالك. مصبي لا ما نعرفش عليه مكسر. ايه نعرف عليه مكسر؟ انت قلت يوقفي عادي. ايه يعني موقف موقف ولا نروح شكون شدك شديدك كيف تحب تيقفي؟ صبي يقعد هنا نروح تحب تيقفي؟ هيك نوقف. وقف. هيك باهي. هكا اوقفت. قلت لك نوقف قلت لي اوقف. أنا سألتك قلت لك من الأدب والأخلاق إني إني ناس أنا قلت لي وقفي. نوقف. يا أخي نورمال أنت عادية. حياتي صرتوا لي كسرتوا لي. انت تسمع فيها ولا ما تسمعش فيها؟ نزل رجلك لوطة ناحية التليفون من ايدك. امو افو انت بتكلم. انا بالله عليك مش سالتكم قلت لكم سالتكم عم بفاتنا بشتغلوا بحالي في باصي مكان عوضة ما سمحتش ما سمحتش ليه ما سمحتش اسمعي انا انا ما مش خلاص لي انت انت مش هزيت عمش بيتارة نهزك ليه ما تبسنيش ما تبسنيش سامحيني خلاص اقعدوا انتوا على روحك مش تاخد تاكسي انت برا على روحك اهو
بقى خلاص كيف بقى سيبنا او سيبنا اسمعني خلاص لا سيبنا يعني بس اسمعيني اسمعيني انا اسفه وحقك عليا تو نحن نوزع نعطيكم الجهات الجهات اللي هي كويسه وانا نقعد في الجهه الخير بس سامحيني يا بنتي ليش لا لا خلاص سامحيني انا يا بنتي كيف وجعتني على روحك وجعتني اللقطه سامحوني بيه سيبوا معاك هويك سامحوني نوقف هنا نوقف هنا يا باهي ناخذ تاكسي باهي باهي خويا انا ربع ساعة ونجيك خويا تبي تقعد في مكان يقعد باهي اوكي ميرسي عايش شكرا رب فيك عايشك الله يفضلك الله يبارك فيك تبيني نمشي في التاكسي التاكسي غالي ها هلبة غالية التاكسي تيحتني تويك رؤوف يا رؤوف تسمع فيا ولا لا راهو تعبت يا رؤوف اسمعني كوبي خلي تاح شويه يلا تحب مي لا لا مش حبتك الحاجه تحب شيء بترتاح شويه وبعد نرجع نصوروا على الواحد كان جات سكرت لي صوت خير تاعك شوفوا مش